السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم هنستكمل شرح دروس منهج Grade 6 Unit 2 Lesson 3. هناخد اليوم درس عنوان Diet and Studying. Diet اللي هو النظام الغذائي، و Studying الدراسة. كلمات جديدة اليوم Study يعني يدرس، Brain يعني العقل، Eat يعني يأكل، Sleep ينام، exercise يعني يتدرب ويتمرن، drink يعني يشرب، energy يعني الطاقة، mind map يعني خريطة ذهنية. أول activity معانا سؤال بيقول what do you do to make sure you work well at school؟ ماذا تفعل لكي تتأكد أنك تعمل جيدا في المدرسة؟ إجابة السؤال هيكون في نمبر 2. هنقرأ ونشوف الأجوبة اللي احنا ممكن نقولها. Tips for a good day at school يعني ممكن بعض الأشياء نعملها عشان يكون عندنا يوم جيد في المدرسة. Did you know that eating, sleeping and exercise are all really important for a good day at school؟ هل تعلم أن الأكل والنوم والتدريب كلهم مهمين حقا ليوم جيد في المدرسة؟ Here's what to do to keep your brain in tip-top condition. وهذه الأشياء تساعدك كي تعرف ماذا تفعل لكي تبقي مخك في حالة جيدة. Don't eat too much white bread and sugary food يعني لا تأكل كثيرا الخبز الأبيض والأطعمة السكرية والتي تحتوي على السكر. If you eat this food you'll get a quick energy lift. لو أنت تناولت هذه الأكلات طاقتك سوف تذهب بسرعة. But later you will feel tired and unable to concentrate. طيب يعني الطاقة عندك هترتفع بسرعة ولكن بعدين هتشعر انك متعب ولا تستطيع التركيز. دي اول شيء. Eat fish and lots of green vegetables, nuts and berries. These foods have oils and vitamins that help your brain work well. They help your brain understand and remember information. أكل السمك والكثير من الخضروات الخضراء والمكسرات والتوت، هذه الأطعمة تحتوي على الزيوت والفيتامينات التي تساعد المخ أن يعمل جيدا. فهم يساعدون المخ أو العقل أن يركز وأن يتذكر المعلومات. إذن طبعا أكل الأسماك والخضروات والمكسرات والتوت بيكون مفيد جدا للمخ. Eat dark chocolate. It contains vitamins that help keep your brain healthy. كمان الدارك chocolate، مش الشوكولات اللي فيها ملك، لا الدارك اللي هو لونها غامق، تحتوي على الفيتامينات التي تساعد العقل أن يكون بصحة جيدة. Eat whole grain food like brown rice and wholemeal bread. أكل الأشياء اللي بيكون فيها حبوب كاملة مثل الأرز البني والخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة أو الخبز الأسمر كما نقول. Then you will have lots of energy. سيكون لديك الكثير من الطاقة throughout your school day. يعني هساعدك أنك تكون عندك طاقة طوال اليوم، بعكس طبعا أكل الوايت بريد اللي بيعطيني طاقة بسرعة ولكن بعدين مشعر بالتعب وعدم التركيز. Drink lots of water. Your brain need water to stay healthy. طبعا بيقول لنا اشربوا الكثير من المية لأن العقل بيحتاج الكثير من المية لكي يبقى صحي. If you drink plenty of water، لو شربت قدر من الماء، you will be able to concentrate. ستكون قادر على التركيز better in class، بشكل أحسن أو أفضل في الصف. Get plenty of sleep and exercise. يعني
أحصل على القدر من النوم والتدريب. Regular exercise makes your memory better. التدريب بانتظام يجعل ذاكرتك أحسن. Your body won't work as well if you don't get plenty of sleep. وجسمك لن يعمل بشكل جيد إذا لم تحصل على القدر الكافي من النوم. That goes for your brain too. وهذا يذهب إلى عقلك أيضا. طبعا شفنا مع بعض التيبس اللي بتساعدنا عشان نبقي العقل في صحة جيدة، العقل طبعا والجسم، وطبعا اللي بيساعدونا ان احنا نكون عندنا good day at school. شوف مع بعض ال activity 1. talk about it. what do you do to make your to make sure you work well at school؟ عشان تتأكد انت بتشتغل كويس في المدرسة. with a partner do the quiz to find out about improving your brain power. يعني اشتغل او اعمل مع صديقك عشان تحسن من قدرة او قوة عقلك. are the statements true or false؟ هنسأل وهنجاوب مع بعض. eating nuts can help you remember information. يعني اكل المكسرات زي الفستق والبندق هالاشياء تساعد على تذكر المعلومات. طبعا true. if you eat sugary food you will have enough energy to study for a long time. طبعا الإجابة false، لأن احنا قلنا إن your energy will drop and you will feel tired and unable to concentrate. يعني طاقتك سوف تقل وستشعر بتعب ولن تستطيع أو لن يكون عندك القدرة على التركيز. طيب number 3. any kind of chocolate will help you to study better. طبعا احنا لما اتكلمنا قلنا dark chocolate وليس أي نوع آخر. only dark chocolate. وقلنا كمان ان الشوكولاتة اللي بيكون فيها ميلك او اي شيء تاني بيكون مش مفيدة بنفس قدر الدارك شوكولاتة. if you drink plenty of water it will help you concentrate better. طبعا احنا قلنا ان الاجابة كانت صحيحة، ان احنا لابد ان نشرب قدر كافي من الماء. بكده نكون وصلنا لنهاية شرح درس اليوم. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا جزيلا لاستماعكم، كان معكم مستر ايهاب عادل.